المفروض ان احنا الاتنين جنبنا امان وكانت بينا وعود، ان احنا الاتنين يا ما قلنا لا يمكن حتى نرقنا حدود. ليه قلت لي عشقك بجنون؟ ليه تخدعني؟ ليه بتخون؟ ليه بتحب مدام حديع؟ ليه نحلم والحقيقة نضيع؟ ليه تحلف لي وبتوعدني وتقربني وتعودني وبترغمني وبتأيدني حب مالهش أساس وجود؟ ليه حياتك حب وفرح وتملى حياتي جراح ودموع؟ عايش تاني في الوهم سنين، رحلة حب وشوق وحنين. كانوا عيونك ليه خاينين؟ كان قلبك وضميرك فين؟ ليه تحيني وتموتني؟ ليه تبنيني وليه هددني؟ ليه شدتني وليه خلتني امشي معاك في طريق مسدود؟ وبتجبرني وبتلزمني عهدك وما توفيش بعود.